والآن أعلن قفل باب المناقشة بشأن القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015، وليتفضل السادة النواب بالتصويت على القرار بقانون إلكترونيا لأخذ الرأي النهائي عليه. انتهى التصويت الآن. السادة الأعضاء، أسفر أخذ الرأي النهائي على هذا القرار بقانون عن موافقة 375 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه، لذا أعلن موافقة المجلس على القرار بقانون.